خلينا نتكلم بشكل عملي. الخرسانة الجاهزة يمكن قدامنا موكب أهو لمحطة، دي محطة خرسانة جاهزة مش كده؟ لا هي مش محطة، هو حضرتك الموكب ناقص المحطة، لكن دي تراك ميكسر لنقل الخرسانة بعد تصنيعها في المحطة في الباتش بلان، وده بامب أو مضخة خرسانة بتستخدم في ضخ الخرسانة وإيصالها لعنصر الصب. إذا محطة الخرسانة دي محطة ثابتة موجودة في مكان معين بيتم فيها طبخ أو تصنيع الخرسانة الجاهزة ونقلها من خلال هذا نقلها من خلال تراك ميكسر أو سيارة الخلط وصبها من خلال البامب أو مضخة الخرسانة. طيب احنا بنتكلم عن حمولة البامب اللي قد تكون حوالي 10 متر مكعب، المتر المكعب الواحد حمولته تقريبا 2.5 طن من الخرسانة. إذا الطرق في فترة من الفترات لم تكن مجهزة لحمل هذه الحمولة الكبيرة جدا. أيضا فكرة العمر الافتراضي أو المدى الزمني الافتراضي اللي بيتحمله هذا البمب، 3 ساعات، لا تتجاوز 3 ساعات، بعد كده خلاص الخرسانة باظ. دي كلها كانت سلبيات أعتقد ساعدت على عدم انتشار ثقافة الخرسانة الجاهزة بشكل أو بآخر. هل دلوقتي تجاوزنا كل هذه السلبيات؟ ودلوقتي حضرتك أهم سلبية موضوع الطرق ده الحمد لله تجاوزناها بصورة كبيرة جدا. تمام، حضرتك برضو كان عندنا ثقافة موروثة بأن الخرسانة سرها باتع، دايما تتقال كده الخرسانة سرها باتع، فبالتالي أنا بهتمش بنوعية الخرسانة اللي بتجيلي، وبالتالي كنت بشتغلها بالطريقة التقليدية. النهاردة بعد انتشار المواصفات والأبراج اللي بتحصل والكباري والأنفاق ومحطات الكهرباء، التطور ده اللي حصل ده خلى الناس تاخد بالها من حاجة اسمها خرسانة ليها مواصفات. فخرسانة ليها مواصفات خلى الناس برضو تسأل يعني ايه، برضو يعني ايه خرسانة جاهزة. الأجهزة دلوقتي برضو أجهزة الدولة كلها، يعني أجهزة الأحياء المسؤولة عن الأحياء بدأ معظمها إن لم يكن كلها مدي قرارات بعدم التعامل في البناء إلا من خلال الخرسانة الجاهزة، لأنه الكل بيبحث عن الاستدامة. بالظبط، في النهاية حضرتك بتقولي أن عمر الافتراضي للخرسانة الجاهزة 10 أضعاف العمر الافتراضي للخرسانة التقليدية، فإذا هنا إحنا بنبني بناء مستدام عمره طويل، فمؤكد لازم المشروعات الكبرى تهتم بهذه المواصفة. يعني طبعا طبعا احنا حضرتك يعني احنا على مستوى شركتنا عندنا 4 محطات في مشاريع، يعني مشروع كبير في مثلا 300,000 متر مكعب خرسانة. احنا احد مشروعاتنا كان يعني صابين في 2.5 سنين 850,000 متر مكعب خرسانة. فحضرتك 850,000 متر، يعني اضربوا بقى في 2.5 طن. حضرتك يبقى الحل البديل المشروع الكبير بنشغله وبنحط له بنركب له باتش بلانت، واحيانا 2 باتش بلانت، حتى 2 محطة خلط ما هو في قلب الصيد عشان نتغلب على الموضوع ده، لإلا بيكون البرنامج الزمني بتاعه مضغوط وعنده تسليم بعد وقت معين. فلازم احنا في بعض مشاريعنا كان في اليوم بيبقى عندنا كل يوم 12 مضخة خرسانة شغالة بتصب كل يوم. خليني اقول